كابتن رفعت ياد رضوان رئيس مجلس اداره مركز شباب سوهاج، بنقول لك الف مبروك الفوز النهارده على اهلي المنشاه والصعود واحتلالك مركز اول في المجموعه. كلمنا عن مباراه اليوم يا كابتن. والله احنا الحمد لله النهارده ربنا اكرمنا بالفوز على نادي اهل المنشاه، وهو نادي محترم، واحنا كنا النهارده الافضل في جميع النواحي، والفرقه يمكن ضيعت اكتر من هدف، بس الحمد لله ان ربنا اكرمنا بالجون ده في الاخر، وان احنا